اخوان المره ذي نحب نسالكم لاباس مرحبا من لاباس مرحبا بكم في سهريه جديده من لاباس شنو اللي تراه يضحك اكثر نبيل القروي يمثل حريه التعبير ولا العربي ماتري يمثل حقوق الطفل لول لو وين تسكن مثلا انت نسكن وين البلدية انا سنة تقرا حسب تقريبك ناقه في باك هذه انديير بصراحه قل لي سيد احمد مغروم بالتطيب ولا لا اه وي برشا يقولوا لي انتم مغرومين بالطبيخه تو بعد نتائج الانتخابات كليتوها مليح ما تسمعش سيد احمد ايش عليك سي جعفر والله اذا تخيل بعد 14 جون في ثم تصفق هكا رد بالك يا بنية كيف الطب سمت قميزة ولادي الحومة موجودة فما برشا دبزنيس وفما دبزنيس على اليمين دبزنيس على اليسار لول ترى قوم نعملوا شطحة مع بعض شوفوا كان عندك عرس يلا يلا